السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص ديالنا. كيف العادة ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع أصحابكم. شتو شي كون خاوي، ديروا الكيت وطفاو الضو. مشينا. إلا كنتي من عشاق الرعب ما كتخافش وعندك الشجاعة الكافية، اطلع معنا في السفينة ديالنا وخلينا نبحروا في عالم الرعب والمعرفة. اما الا كنتي من النوع اللي كتخاف وعقلك داير لك شي حدود وواقف عندهم وما غاديش تكمل القصة، فمن الاحسن ما تبداهاش من الاصل، خليها تمشي عند الناس اللي يقدروها. في كل زمان وفي كل عصر كانوا باقي واحد النوع البشر اللي مازال كيآمن بدك الفكرة ديال أنه إلا تواصل مع المخلوقات السفلية ودار دوك الطقوس اللي باغين منه غادي يضمنوا ليه حياة الرفاهية، يعطيه كاع داكشي اللي يتمنى سوى الفلوس ولا المناصب الكبرى. ومنين تسمعوني كندوي على هاد النوع من البشر ما يمشيش بالكم الناس اللي جاهلين ولا ما عارفين والو، لا بالعكس، كاين نوع اللي قاري وفاهم وعارف راسو شنو كيدير. هاد النوع بالضبط يقدر يدير أي حاجة على قبل داكشي اللي باغي يوصل ليه، الا طحتي بين يديه بلا ما تفكر ترجعه، حيت العاطفه ما عندوش في القاموس ديالو وما دخل لهاد العالم حتى عفط على قلبه. هاد المرات يقدر يكون الذنب ديالك الوحيد هو انك تزاديتي وعندك شي حاجه زايده على الناس ومختلفه عليهم. عام 1994 العام اللي تزاديت فيه، العام اللي خد اللقب ديال عام الخير، يتعاود لي الوالده بلي قبل ما تزاد ما كان عنده والو. الوالد كان واحد الراجل بسيط بزاف وبزز حتى كيجيب قوت يومه، حتى من الارض اللي خلاها ليه جدي كانوا داوها ليه المخزن. اما الوالده 13 عام وهي كتسناني تزاد، واخا تزوجوا صغار ما جابش لهم الله الاولاد وبقاو صابرين على بعضياتهم. واخا هكاك حتى جا الفراش من عند الله وحملت بيا الوالده، واخا ما كان عندهم والو كانوا فرحانين حيت واخيرا حملات. كتعاود لي الوالده بلي من مورا شهر بالضبط مني تزاديت تبدلات حياته وما عرفوا داك الخير منين نزل عليهم. اول حاجه واحد البقره كانت عندهم وكانوا كيقولوا بلي غادا تموت، ولكن صدقات ولدات ليهم جوج ديال النتوات. وتاني حاجه ديك الارض اللي عاودت لكم عليها المخزن رجعها للوالد، لا هو ولا الوالده ما فهموا كيفاش، وعاد ولا مسؤول على بزاف الاراضي ديال الناس اللي لاباس عليهم في داك الدوار، ولا كيتخلص مزيان وكبروا الدار. ما كان عندهم لا فراش ولا مواعن مقادين، داكشي علاش قروا باش يسميوني عبد الرزاق. والدي يفرحوا بيا بزاف حيت ماشي سهلة 13 عام وهما كيتسناو باش نتزاد، وكانوا مفشيني. الوالدة كانت كتخاف عليا، الوالد كان كيقول لي غير جلس ما تعاونني في والو. اغلبية الوقت كنت كندوزو غير كنت سارة في الدوار، كنمشي للبلايص اللي هادئين وكنبقى بوحدي. كنت عزيز على كل شي في داك الدوار كبار وصغار، راسي خفيف وكنهضر شي هضره اللي كبر من السن ديالي. بحدي كان كبر وانا كنلاحظ شي حوايج غراب عليا كيزيدوا يبينوا لي بلي انا مختلف على الاخرين. كنت الا سمعت شي حاجه كنعقل عليها، ذاكرتي قويه بزاف، وانا ناعس في الليل كنت ديما كنشوف شي خيالات غراب على هيئه كائنات اللي ما نقدرش نوصفها. الاشكال ديالهم قريبه لينا ولكن بدرجه مختلفه، وحتى الحجم ديالهم مره كبير بزاف مره صغير. كيبانوا لي في داك البيت كامل اللي كنت كنعس فيه في العمر ما بين 4 سنين و6 سنين. كنت كنلاحظ شي حوايج غراب، مثلا كنكون سارح البهايم ومريح حتى كيبانوا لي شي رجال دايرين بحال الحجاج ولابسين نفس اللبس اللي كيكون في الحج، نصهم عريان ونصهم مغطي، كيكونوا في الجنب الاخر ديال الواد، كيبانوا ضاغي وكيغبروا ضاغي. في الداخل ديالي كنت عارف بلي هما ماشي من الانس، واخا كنت مازال صغير. على سن 7 سنين دخلني الوالد للمسجد باش نقرا القران ونتعلم القواعد والحروف، حيت المدرسه كانت جات بعيده بزاف على الدوار تقريبا الخارج ديالو، والوالده والوالد كانوا كيخافوا يصيفطوني بوحدي. ومن تما كتبدا قصتي. الفقيه ديالنا كان جديد في الدوار، يلا شي 4 سنين باش بدا، وكان مازال صغير في السن، يكون في ديك الثلاثينات. الاغلبيه اللي كانوا كيقراو معايا كانوا كبر مني في السن، ولكن انا سبحان الله كان عقلي خفيف
واللوح اللي كيعطي ليا كنحفظه ونعاود نكتبه ونعرضه عليه. ولكن داك الفقيه صراحه كان كيجيني غريب من التصرفات ديالو والشوفات اللي كيبقى يدير فينا. شحال من مره عرضوا عليه الناس ديال الدوار باش يتزوج بشي وحده من البنات، ولكن ما كانش كيبغي، زعما على اساس يولي امام ويصلي بالناس. ديما كان كيلقى لهم السبه وكيقول لهم بلي مازال ما ناويش نتزوج. ملي كنت كنرجع للدار الوالدين كيبداو يسولوني كيف داز نهارك وشنو قراك الفقيه، وكيبداو شادين فيه الهضره. الوالده كتقول الوالد واش ما جاكش هاد الفقيه في شكل، حتى من الزواج ما بغاش يتزوج. قال لها عندك الحق، الفقيه اللي كان قبل منه الله يعمرها دار، ولكن حتى هذا كيبان مزيان وقاري، وحنا المهم عندنا هو يقري لنا ولادنا. واحد المره قال لنا كاملين غتسرحوا يديكم، طلقنا حنا يدينا على نيتنا. بدا بحال الا كيقلبنا وكيشوف الخطوطه اللي عندنا في يدينا، كيقلب حتى العينين. وبعد المرات كيقول لنا جبدوا لسانكم، وشحال من واحد قلب ليه حتى شعره. مورا ما عرف داكشي اللي بغى فرزنا كل وحدين جلسهم في جهه، وليت كنجلس انا واحد خمسه ديال الدراري بوحدنا. ولا شي مرات خالطنا مع الدراري الاخرين كيبدا يغوت علينا. غادي يدوز شهور قليله حتى غادي يفاجئنا داك الفقيه باللي غيتزوج وغيجيب وحده من خارج الدوار ما كيعرفها حتى شي واحد. وقفوا معاه كاع الناس وداروا ليه العرس وكبروا به. انا في ديك الوقيته كثروا عليا الاحلام، وليت كنشوف شي حوايج كيخلعوا. ما عرفتش علاش كاع داكشي الزوين ما بقيتش كنشوفه، وليت كنشوف غير خايب. كنحلم بشي وحدين كيجيو يهزوني بفراشي بحال غادي نمشي ميت. كنبدا نغوت وكنقول لهم فين غادي بيا، ولكن ما كيجاوبونيش. واحد القضيه وحده اخرى طرات معايا خويا وعمرني غنساها. واحد المره كنت ناعس ما عليا ما بيا وما عرفتش شنو وقع، حتى فقت ولقيت راسي حدا البير. تصور معايا راه مسافه باش نوصل لتماك، كيفاش نط من فراشي وكيفاش حتى وصلت لتماك؟ حتى شي واحد ما فهم شي حاجه. تميت راجع بوحدي في داك الليل للدار جاي وانا حفيان، كنتمشى وكنحس بشي عينين كيشوفوا فيا واخا ما بان ليا حد، ولكن كنت كنحس بشي حد تابعني ومراقبني. رجعت للدار لقيت يلاه الوالد والوالده ناضوا مخلوعين وكيقلبوا عليا. كانت ديك الساعه وقيته ديال الفجر. الوالده كتسولني فين كنت، كنقول لها ما عرفتش، كتشوف رجليا اللي حفياني كانت مخلوعه. قال لها الوالد راه يمكن ضربوا حمار الليل. قلباتني لقات السخانه طالعه لي وكان وجهي صفر بزاف. عاد انتبهت رجليا اللي كانوا عامرين بالدم بسبب انني جاي حفيان. هاد الاحلام كانوا غادين وكيزيدوا معايا. شحال مره كنفيق وانا كنغوت في الليل لدرجه وليت كنقول للوالده تنعس حدايا وما تبعدش عليا. ديك مرات الفقيه ولات كتقرينا في الجامعه حتى هي، ولات كتقرينا العربيه، وكنت كنلاحظ بلي مهتمه بيا بزاف. واحد النهار غادي نطيح لهم في الجامع ملي غنكونوا كنقراو القران. ما غنعقلش على راسي حتى غنبدا نغوت. مرات الفقيه هي اللي جابتني لعند والديا، ومن بعد لحق علينا هو وقال لهم بلي الولد عندكم ممسوس وخاصو يتعالج قبل ما يزيد يتطور هادشي. الوالده مني سمعت هكاك تخلعات عليا، خصوصا انني كنت الوحيد اللي عندها. بقات كترغبو وكتقول لي عافاك سيدي عاونا، انت زعما راك قاري وعارف في هادشي. بقى كيفكر من موراها بثلاث ايام رجع لعندنا وقال لها ولدك ضروري خصني نديه معايا لمدينه اخرى باش هكا يتعالج، غنديه لعند واحد صاحبي هو اللي غادي يعاونو ويخرج منو هاد الجن اللي فيه. الوالده ديالي خافت عليا وما بغاتش تعطيني ليه. الوالد قال ليه انا بغيت نمشي معاك ولكن راك عارف انا مقابل الاراضي ديال الناس وما يمكنش ليا. قال لي كون هاني يا سيدي، غندي ولدكم في الحفظ والصون وغنرجعو ليكم، وكون غير ما تاقوش فيه وما عطاونيش ليه حيت غادي يضيعوا سنين من حياتي وغادي يدخلوني في طريق اللي خايبه بزاف. ديك الليله نيت الوالده جمعت لي حوايجي، مي سولتهم شحال غادي نبقى وقالوا لها سبع ايام كاع الا تعطلنا. وانا بحال لو علمني الله وما بغيتش نطلق منها، بقيت غير معنقه وكنبكي وكنمشي نعنق حتى الوالد ونبوس ليه يديه. داك الفقيه غير اذن وصلى بالناس الفجر هو يجي عندنا هو ومراته. خرجنا في داك الصباح وتمينا غادين على رجلينا حتى خرجنا من الدوار. لقينا واحد الطوموبيل كتسنانا، مرسيدس كحله، بقيت كنشوف فيهم وهو يقول لي زيد طلع يلا سربير ما عندناش الوقت. هو ركب القدام حدا داك اللي كان صايك ومراته ركبت اللور حدايا. غير ديما راه ديك الطوموبيل التعامل ديالهم غيتبدل معايا.
ما غيبقاوش معايا مزيانين، غيبداو غير يغوتو ويقولوا لي سكتنا. واخا نقول لهم يعطوني غير نشرب كيبداو يغوتو عليا. وحنا شادين طريق شويه حتى كتبان لينا واحد المراه واقفه بعيده هي وواحد الولد. وقفنا حداها وقالت لهم هالأمانة علاش وصيتوني. داك الولد كان كيبان خايف، يكون تقريبا قدي ولا كبر مني. ركبوا حدايا حتى هو وكملنا الطريق. هو كيشوف فيا مره مره وانا كنشوف فيه. جاني الفضول نعرف شكون هاد الدري وشنو واقع. يلا بغيت نهضر معاه ونعرفه براسي. حتى دار عندي الفقيه وغوت عليا وقال لي سكتنا يا داك البرهوش. ما قالاش بهاد الطريقه ولكن خسر الهضره، وانا ما عمرني ما سمعت هاد الهضره منه. انا شادين الطريق تقريبا ما وصلنا حتى لثلاثة ديال النهار. ديك البلاصه كانت بعيده في النواحي ديال بركان. وصلنا عيانين انا وداك الدري، كنت كنموت بالنعاس. ولكن ما رحموناش، حتى الجره اللي دار ليا الفقيه جاتني في شكل، والشده اللي شدني كان مزير عليا، بقى غادي جارني وشادني من يدي. وداك الراجل شاد الولد الاخر. مراتو سابقانا بحال الا كانت عارفه فين غاده، حتى داك النقاب اللي كانت دايره حيداته. اول مره غنشوف وجهها، كانت واشمه في جبهتها وتحت فمها، شوفاتها وعينيها كانوا كيبانوا قاصحين. وصلنا لواحد الدار في شي شكل، ما كانتش كامله في البني، الباب ديالها لونه خضر، باقي كنعقل عليه بحال غير البارح. دقات ديك المراه الباب، مرات الفقيه، خليونا نعطيوها سميت زينب. حنا واقفين موراها ورجال بقاو اللور. حلت لينا الباب واحد المراه كبيره في العمر. ديك المرة غير شفتها قلبي تقبض عليا وخفت منها. اما داك الولد اللي كان حدايا قرب يطيح في الارض. قالت لها ديك زينب فين امي؟ لاباس عليك؟ ما سلمتش على بنتها وجات لينا نيشان، بقات كتشوف فيا وفي الولد اللي كان حدايا. قالت ليها شكون في هادو؟ قالت لها بجوج امي. دخلتنا ديك المرة وخلاتهم كاملين على برا، عاد بداو كيدخلوا. عطاتنا واحد الماء شربناه بجوج. انا الصراحة كان فيا العطش حيت ما عطاونيش نشرب الطريق كاملة. كان ما عادي غير هو كيبان بحال فيه شي عشوب. جلسنا في واحد الكراسة وجلسات مقابلة معانا. ديك زينب قالت لها غنخليهم معاك واحد السيمانة حتى توصل الوقيته ديالهم وغنرجعو. انا في ديك اللحظة ما فاهم والو من الهضرة اللي كيقولوا. كان كيحسب لي ديك المرة بالصح اللي غتعالجنا. وفعلا الفقيه ومراتو وداك الشيفور مشاو في حالو، وبقينا حنا مع ديك الشارفة. وخا تسمعوها مرة كبيرة كانت صحيحة، غدوز علينا الجحيم وغتعذبنا ديال بصح، وانتو ما غتعرفوا علاش. سولتنا واش فينا الجوع، حركنا راسنا بجوج نبقاه وعطاتنا الخبز. الخبز حافي ما معاه والو، دوزنا غير بداك الماء اللي كان حدانا. قالت لينا كلوا سيروا تنعسوا، راه بلايصكم لداخل في البيت. وعطاتنا واحد الجوج كموسات، قالت لينا بيتوهم تحت راسكم، كل واحد فيكم يدير ديالو تحت راسو. حدنا دخلنا لداك البيت، قادتنا في بلايصنا وسدات علينا، سورتات الباب من برا. كان الشرجم حدانا ولكن فيه الشبيك. واخيرا تحت لي الفرصه باش ندوي مع داك الولد. سولته وقلت ليه واش حتى انت مريض؟ ولكن غيصدمني منين شعر ليا باللي ما كيقدرش يهضر، يعني زيزون. كنسولو منين جيتي؟ من اين دورت ابوك؟ الولد كان غير كيبكي وما شادش راسو. انا الصراحه واخا كنت خايف ولكن ما بكيتش. انا واخا بداك السن الصغير عطاني الله التابات، وقلت ليه صافي ما تخافش، راه غاديين غير يداويونا ويرجعونا لديورنا. خدينا دوك الكموسات اللي عطاتنا ديك المرأة ودرناهم تحت المخدة ونعسنا بجوج بينا. مبغاش يجينا النعاس حيت اصلا الليل كان مازال ما وصل. داك الدري ناض وجبد داكشي اللي كان تحت المخدة ديالو. قلت ليه شنو كدير؟ حل ديك الكموسة حتى كيلقى فيها شي حجابات وفيهم شي طلاسم وشي حروف اللي مفرقين، كلمات اللي مرموزة حاولنا نقراوهم ولكن ما قدرناش. كانوا حروف عربية ولكن الكلمات ما عندهم حتى شي معنى بالنسبة لي في داك السن، حيت من بعد غادي نتعلم هاد اللغة. قلت ليه رجع دير داكشي تحت المخدة ديالك راك غتجبد علينا الصداع، ولكن هو ما سمعش ليا ورماه. في ديك اللحظة سمعتنا ودخلات علينا، حدها جات ووقفات حدانا. الدري تخلع وتكمش في بلاصتو، كانت عندها واحد الهيبة في شكل. رجعت قادة داكشي ودارتو ليه تحت المخدة وقالت لي وياك تحيده. بقينا هكاك حتى دانا النعاس. الغد لي فيقاتنا في الصباح بكري، كان النهار مازال ما طلع، الظلام مازال طايح. داتنا لواحد البيت داير فحال شي حمام بلدي ولكن صغير ومبني كامل بالطين. اصلا ديك الدار كانت في شكل،
قديمة ومظلمة وشراج ما صغار بزاف. احنا كنا مازالين عيانين وكنحكوا عينينا، وعاد كنت كنحس بلحمي كامل كيضرني بحال الا كليت العصا بدات كتحيد لينا في حوايجنا. انا الصراحه حشمت منها وقلت لها نقدر نحيدهم من راسي، وبقيت كنشوف فيها كنتسناها تخرج، ولكن الدري الاخر كان مستسلم ليها وخايف منها من ليله البارح. حيدت حوايجي وبقاو غير الملابس الداخليه ديالي، وبقيت كتشوف فيا وكتقول لي نصلح حتى داكشي. من بعد ما حيدنا حوايجنا كاملين حطات حدانا الشمع، اصلا ديك الدار كانت مضويه غير بالشمع. خدات لينا من شعوراتنا بجوج وبدات كدير في واحد المزمر وهي كتردد وكتقول شي كلمات اللي ما مفهومينش، وفي نفس الوقت كتدور علينا ومغمضه عينيها. تصوروا معايا داك الحمام ولا داك البيت ولا سخون بزاف لدرجه تخنقت والنفس مابقاتش قادر نطلعها. عرقت وشداتني الدوخه وبغيت غير نجلس ولكن ما خلاتنيش. الحاجه اللي غادا تخلعني اكثر هو انني بديت كنحس بشي واحد معانا، وانا مش حال هادي وني كنت صغير كيف ما قلت لكم كنشوف شي خيالات وكنحس بالوجود ديالهم الى حضره. وانا هكا كنفكر حتى بدا داك الولد كيغوت بحر جهده، كنتبع شي حاجه بعيني وكيشوفها وانا ما كتبانش ليا، كيغوت وكيقول لي بعد مني متقربش عندي، وغيتخبى مورا ديك المراه وهي كتدفع فيه. استقطح لي هذاك المزمر على يديها وتحرقات وخرجتنا من تماك وهي كتغوت. لبست حوايجي وتميت غادي. كيبان لي داك الولد جالس وكيترعد، بديت كنقول لي شنو شفتي مناش كنتي خايف؟ كان كيشرح لي غير بالاشاره ولكن باين باللي بصح تخلع. رجعتنا لذاك البيت وعاودت سدات علينا، كان ديما مخلينا في داك البيت ما فيه والو غير الحيوط. قنطنا بزاف، حدا كتحط لينا الماكله وكتعاود تخرج. سولت داك الدري واش كيعرف يكتب وقال لي اه، وقلت لي المره الجايه غنطلبوا منها تعطينا شي ورقه وستيلو باش تبقى تكتب ليا. انا في هادشي كامل كنت مازال ما عارفش النوايا ديال ديك المراه، وكنت باقي كنحسب باللي باغا تعالجنا. واللي لاحظت انه في الماكله كتعطينا ديما غير الخبز والزيت اولا التمر. من بعد غادي نعرف باللي كانت دايره لنا الصيام الروحاني باش تجهزنا لدوك الطقوس. حتى الكنيف الا بغينا نمشيو لا كانت كتبقى واقفه علينا. دوزنا داك النهار ونعسنا، والغد لي عاوتاني طرات نفس الحاجه. فيقاتنا بكري قبل الفجر جراتنا لداك الحمام، وهاد المره طلبات منا نتكاو على كرشنا بجوج، وبدات كتخوي علينا شي حاجه اللي ما عرفتش شنو هي، ولكن لونها ما كانش زوين وحتى الريحه ديالها. تخيل معايا انت يلاه فايق وما فاطرش وتشم ديك الريحه. من بعد ما غتسالي داكشي عتعاود تشعل الشمع وتبدا تبخر وغتقول لينا واش كتبان لكم شي حاجه في داك الحيط، الحيط اللي كان مقابل معانا. قلت لها انا كتبان لي غير نقطه كحله، وديك النقطه كانت كتحرك. اما داك الدري منين هز راسو جهه الحيط بقى غير مصدوم. من بعد بدا كينهج بصعوبه وهو يغيب، جريناه وخرجنا على برا. وحتى انا الصراحه كنت عيان، دوك الطقوس بحال كياخذوا طاقتي كامله. ملي كنا غاديين للبيت اول مره غادي نلاحظ شحال الكتوبه عند ديك المراه، ومن غير الكتوبه شي قراعي اللي فيهم واحد الماء لونه كحل وكيبان موسخ، وعاد شي حوايج مكتوبين على الحيط. بقات كتدفع فيا وكتقول لي سير اش كتشوف تماك. دخلتنا عاوتاني للبيت. ديك السيمانه الصراحه دازت علينا ديال بصح وكرفصاتنا وتعدات علينا. نهار السابع قلت لها واش صافي غادي نمشيو، ولكن ما جاوبتنيش حتى سمعنا الطقان. نوضت الدري اللي كان حدايا وقلت ليه راه واقيلا جاوب باش يديونا. هو ما تسوقش ليا ورجع نعس. درت ودني على الباب كنتصنت شنو كيقولوا. سمعت صوت زينب والفقي. ديك زينب كتقول ليها صافي راه وصل الوقت واش وجدتي الدراري؟ امها جاوبتها وقالت ليها ايه راه السيمانه كامله وانا مصيماه، وعاد كنغسل ليهم بداك الماء اللي عطاني راجلك. حسيت بها جايه لجهه الباب ورجعت لبلاصتي. حلات وانا كنت مدور وجهي للجهه الاخرى ودير راسي ناعس. فيقاتني وقلت ليها واخيرا جيتو. حتى الدري اللي كان حدايا ناض ولكن كان خايف، ما فهمتش مالو بحال كان عارف شنو غادي يطرى. قلت له صافي غنمشي وراني توحشت الوالده والوالد. قالت لي اه يلا. نط بزربه وانا فرحان. خرجت ولقيت داك الفقيه كيدير فيا شي شوفات في شي شكل. علق لي واحد الحجاب في عنقي وقال لي هذا خليه عندك ما تحيدوش، سير خرج راه الشيفور كيتسناك برا. كيف العاده طلعت ديك زين بحدانا وراجلها طلع القدام. طرك كامله وشتا كتصب، ما كنتش عارف فين غاديين، وعند بالي راجع للدار. وقفوا في واحد الاستراحه كيرتاحوا، نزلوا كياكلوا
وبقيت انا وداك الولد منعم في الطوموبيل، كنطلع عليهم وكنشوفوهم كيضربوا الشوا، ولكن كيف العاده في الاخر جابوا لنا غير الخبز. طحنا فيه عميان حيت كان فينا الجوع. عاوتاني تحركوا وبقاو غاديين حتى وصلنا لواحد البلاصه اللي ما كنتش عارف شنو سميتها، بحال الاقليم اللي جا خارج على المدينه اللي كنا فيها. انا كل ساعه كنسولهم واش باقي ما وصلنا، فوقاش غنوصلوا لدوارنا خلاص، ولكن حتى شي واحد ما بقى كيجاوبني. اما داك منعم غير ساكت. ملي وصلنا تقريبا كان قرب يطيح الظلام، لقى واحد دخله وتم غادي معاه، والشتا مازال كتصب، كنسمع غير صوت الكلاب كيتنابحوا. حتى وصلنا لواحد الدار مبنيه فيها غير السفلي، انا مفهمت والو مني شفتهم نازلين وكيجروني وكيقولوا لي انزل. قلت لهم ولكن يا قلتوا غديونا لدوارنا، راه الوالد والوالده غيكونوا مخلوعين عليا. داك الفقيه كيقول لي زيد وسكت، من بعد غادي نعرفوا بلي ديك الدار ديال داك الشيفور اللي كان صايق بينا، واللي هو اصلا مش عويد كبير مخدم عنده الفقيه ومراته حتى ديك امهم. دخلنا وما خلاونا حتى نرتاحوا. انا كنشوف في البيوت وكنشوف في ديك الحاله اللي فيها الدار، كانوا تقريبا كاع البيوت خاويين الا بيت واحد كان فيه الشمع ومفرشين فيه الهيادر، ما مفرشين حتى شي حاجه، ما كاين لا اتات لا والو. تماك فين غيعزلوني انا في بيت ومنعين في بيت. ديك المره قالت لي نعس، قلت لها ما عنديش علاش غنعس. رمات لي وحده من دوك الهيادر وقالت لي فرش هادي. انا في ديك اللحظه شدتني البكيه وعاد تاكدت بلي بصح ناويين على شي حاجه وبلي ما باغينش يرجعونا لديورنا، ولكن ما طاحش لي في بالي القضيه ديال الزهريه والسحر ودوك الطقوس، حيت اصلا في ديك الوقيته ما كنت عارف والو. خرجت ديك زينب وسدات عليا، ما كاملاش حتى نص ساعه بديت كنسمع صوت الغوات ديال منعم، كان صوته مقطع بحال الا كيتعذب. انا بديت كنضرب في الباب وكنقول لهم خرجوني من هنا، ولكن حتى شي واحد فيهم ما تسوق ليا، حتى عييت وجلست للارض وبقيت غير كنتصنت حتى صوت منعم تقطع في مره. ما كنتش عارف شنو طاري برا، الحاجه الوحيده اللي حسيت بها هي الخوف. من بعد شحال ديال الوقت داز وانا كنخبط في داك الباب، عاد حلوا ليا. كان تقريبا بدا كيطلع النهار، كيبان ليا منعم جالس تماك في وسط الدار، حالتو خايبه بزاف ما كتبصرش بالخير، لحمو كامل زرق، ما كان لابس والو، فيه شي ضرابي وشي قماشي في شكل، كان داكشي بحال الا محروق. ما كان ساهل عليا وانا ولد 7 سنين نشوف ديك الحاله. رمالي داك الفقيه واحد الجلابه وقال لي لبسها هادي، ما قدرش حتى يحني ويهزها من الارض قوت ما كان كيتعذب. ديك زينب هي اللي لبساته. الداخل ديالي كنت كنقول بلي حتى انا نوبتي جايه وغيبقى عليا نفس هادشي. جراتو وداتو لداك البيت عاودات سدات عليه، بقيت كنسولهم شنو درتو ليه ولكن ما جاوبونيش. ديك اللحظه كنت كنتمنى غير والديا يجيو. رجعت للبيت ودازو عليا سوايع كحلين حتى وصل الليل، ما كنتش كنسمع صوتهم حتى حلات عليا زينب بالباب وقالت لي اجي خرج معايا. تما قلبي بدا كيضرب وجات في بالي الصوره ديال منعم وهو في ديك الحاله، وكنتخيل بلي حتى انا غنولي هكاك. كنت كنترعد ويا جراني حتى دخلنا لذاك البيت اللي فيه الشمع والهيادر. دخلتني لعندو وسدات عليا، بقى كيشوف فيا وقال لي جلس. كانت هذيك اول مره غنشوف وجهه مزيان حيت القب اللي كان داير على راسه، وبانت ليا واحد العلامه بحال هذيك اللي كيكونوا عندها هذوك اللي كيصليو بزاف. قال لي مد يديك، بغيتش نعطيها له ويجرها بزز مني. وبقى كيشوف فيها كيكتب عليها شي حوايج بواحد الماء صفر، ما عرف شنو كان كيكتب بالضبط. قال لي سد يديك، سديتها. من بعد حط يدو على راسي وما عرفت شنو بقى كيقول في نفسه، ولكن حسيت بيدي كتحرقني بزاف. ملي كنبغي نحلها ما كيخلينيش، كان شادها ومزير عليها. بقيت كنحس بحال شي حاجه كتطلع فيا، بحال شي واحد مشارك معايا الجسم ديالي. طلعت معايا التبوريشه وما بقيتش قادر نوقف، وهو مازال ما بغى يحيد يدو عليا. ما عقلتش بالضبط شحال ديال الوقت وانا على داك الحال، ولكن حسيت براسي عييت. من بعد ما بعد عليا كنت غنطيح في بلاصتي. قال لي جلس. دخلت عندنا ديك زينب هي وراجلها الفقيه، وقال لهم هذا بلا ما تديروا ليه حتى شي حاجه، خليه حيت غادي ينفعنا. وقفاتني زينب غير بزز وتما تمخرجاني. قلت لها راه فيا العطش بغيت نشرب، عطاتني شربت وقلت لها واخا تديني لعند منعم، قالت لي لا ممنوع. رجعتني البيت اللي كنت فيه في الاول وعودات سدات عليا.
عاد قدرت نحل ديك اليد اللي كنت مزير عليها. اللي حليتها كيبانوا ليا شي خطوط ما كنتش كنشوفهم في الاول، ما درتش في بالي، كنت باغي غير نتلاح والناس. تكيت وداتني عيني، ولكن غضربني الفيقة في نص الليل. كيبان لي اخوتي واحد الكائن واقف في القنت ديال البيت، ما عرفتش شنو هو ولا كيفاش نوصفه. الوقفة ديال بنادم ولكن الشكل لا، كنت كنسمع صوته، كان كينطق بشي كلام ولكن ما عرفتش نفرزه. منين حل عيني وشاف فيا ما قدرتش نصبر، حيت كانوا كيخلعوا بزاف. ما عمرني ما شفت شي منظر بحال هكاك، ما عقلتش على راسي حتى غيبت. فقت في الصباح وكنت مازال عيان، ما قدرتش نوقف على رجليا. كيبان لي داك القنت اللي خرج ليا منه هذاك البارح كامل كحل، بحال الا محروق. وتاكدت بلي داكشي اللي شفته بصح وماشي كنت غير كنحلم. بعد ما دازت واحد السيمانه هكاك، منعم غيتزاد عليه الحال وغيمرض ديال بصح. داك الفقيه قال ليهم يقدر يموت لينا هنا، وفعلا انا مني شفته تخلعت، وجهه دخل بزاف، ما عرفتش بالضبط شنو داروا ليه وشنو داز عليه. حتى غيقرر داك المشعوذ وغيقول ليهم انا غادي نرجعو لدارهم، غنحطو في الدوار ديالهم واكيد شي واحد غيلقاه. ملي كان مخرجو عييت ما نعيط ليه، ولكن ما جاوبنيش بحال الا ما كانش كيسمعني. مشى منعم وبقيت غير بوحدي تماك. كنت كندعي الله كل ليله باش رجع لوالديا خلاص، واخا فقدت الامل في هذا الشيء. من تماك عاد تبدا قصتي الحقيقيه ومسيرتي في هذا العالم اللي ما كنتش اصلا ناوي ندخل ليه، ولكن القدر داني ليه وطحت في ناس اللي ما عندهمش الرحمه في قلوبهم. المره اللي فاتت خليناها فاش منعم مشى بحالو، من بعد ما تعرض لاشد انواع التعذيب. من ديك الوقيته ما بقيت سمعت عليه حتى شي حاجه، وما غاديش نعاود نشوفه. اما انا الرحله ديالي عاد غتبدا مع هاد الشياطين. داك الفقيه وزين بداوني لواحد الدار وحده اخرى، وعشنا فيها بثلاثه بينا. غادي نولي يقولوا الناس بلي انا ولدهم، ويا ويلي الا عيطت لشي واحد فيهم سميتو من غير انني نقول لهم با وامي. ما نكرش ان التعامل ديالهم تبدل، ولاو كيعاملوني شويه مزيان، وعلى اساس انني ولدهم بصح، لدرجه بداو كينسيوني في والديا. ما خلاونيش نمشي نقرا، غيوليو يعلموني كل شيء غير في الدار. من بعد ما تعلمت شويه القرايه والكتابه، بداو كيدخلوا ليا شي كتوبه، وداك الكتوبه ما كانوش عاديين بطبيعه الحال. كلهم كيهضروا على السحر والتحضير، انواع الجن والعهود معاهم، وعلموني حتى دوك المكونات اللي كانوا كيستعملوه هما في الاعمال ديالو. هادشي ما وقفش هنا، بداو معايا بكتوبه صغار ومفهومين. من بعد ولاو كيعطيوني شي كتوبه اللي اصلا ممنوعين ومحظورين، وماشي اي واحد يمكن له يقراهم. تعلمت العبريه وحتى السريانيه. كان كل كتاب من هادو كياخذ مني على الاقل واحد شهر ونص ديال التدبر، وانا ديما ساد عليا. بعض المرات كان داكشي اللي كنقراه كيخوفني، ولكن كانوا كيبزوا عليا باش نقراه. وفيما كنسالي شي كتاب كيبدا يسولني باش يتاكد بصح باللي قريته. من نهار بديت كنقراهم، ولو كيبانوا ليا شي حوايج اكثر من داكشي اللي كنت كنشوف في صغري، بحال الا كانوا كيبغيو يبينوا ليا باللي راهم معايا. كنعقل واحد المره كنت كنقرا في واحد الكتاب ونعست وانا شاد بين يدي، ولكن كنت كنحس بشي واحد فيقني. ملي حليت عيني ما لقيت حتى شي واحد، كنت بوحدي في البيت وساد عليا. كيجيني غير واحد الصوت في ودني غليظ كيقول لي كمل، بحال الا كانوا كيشجعوني باش نمشي بداك الطريق. وبطبيعه الحال ما كانوش دوك الرفقه الصالحه اللي كانت معايا في صغري، هادو كانوا كلهم سفليين وكيخدموا غير في طريق الشر. كملت عامين على داك الحال، وفقدت الامل انني نرجع لدوارنا. ما بقيتش كنجبد نهائيا والديا، ولا كنقول لهم رجعوني لعندهم. اما دماغي كنت كنحس به تغسل، وليت كنهضر غير على جنون وشياطين وداكشي اللي كنقراه. قبل ما نكمل 10 سنين طرات واحد الحاجه، كانت هذيك اول مره غادي نحضر في شي طقس. الفقيه قبل منها ب7 ايام كان مختالي براسو، ساد عليه وما كيهضرش، ما كيخرجش نهائيا لعندنا. زين كتحط ليه الماكله عند الباب، وبعض المرات كتصيفطني انا وكتقول لي بلا ما تدق عليه غير حطها ورجع في حالك. من بعد ما دازو دوك 7 ايام وخرج داك الفقيه من البيت، بالي مبدل بزاف، وجهه كحال، وجهه ولات فيه شي حاجه في شكل ما عمرني ما شفتها من قبل، بحال الا ما كانش هو. حتى الصوت والضحكه ديالو كانت مبدله، لدرجه ان زين بخافت منه، وكانت كتلبس لباس مستور قدامه بحال الا ماشي راجلها.
كانت واعية بهذا الشيء. ديك الليلة كان القمر مكتمل وتماك فين كينفذوا الطقوس ديالو. بدا داك الفقيه كيوجد البلاصة اللي غيدير فيها الطقس ديالو، ومراتو بطبيعة الحال كتعاونو. كنت هاز الشمع في يدي، قالت لي سير حطو في القناة ديال البيت. حطيتو وكان كيحساب لي بحال كل مرة غنمشي باش نعس، وغيبقاو هما بجوج باش يديروا داك التعويض ديالو. ولكن هاد المرة كانت مختلفة، وزينب قالت لي لا غتبقى معانا. قلت لها واش غتحتاجوني فشي حاجة؟ شارت لي غير بيديها وقالت لي اسكت. كنت كنشم ريحة البهايم عندنا في الدار، وجاتني هاد القضية غريبة. قالت لي سير دخل هذيك اللي على برا. قلت لها شنو هي؟ شافت فيا شوفة قاصحة وما عاودتش معها الهضرة. خرجت حتى كنلقى واحد المعزة مربوطة في الباب، كان لونها كحل وكتبان مازال صغيرة، وصراحة ما كنتش عارف شنو ناويين يديروا بها. واخا انا قاري اصلا هادشي في الكتوبه، ولكن كيف قلت لكم ما عمرني ما شفت شي طقس قدام عيني. دخلتها الفقيه خرجوا عينيه وبدا كيغوت. داك الصوت ديالو كان غريب وماشي ديال بنادم اصلا. انا وديك المعزه كنا كنترعدوا، اما مراتو بدات كتقرب منا، هزا في يديها واحد القرعه ما عرفتش شنو كان فيها. قالت لي شدها مزيان باش ما تتحركش. بدات كترشمها بداكشي اللي كاين في القرعه، كيبان فحال الدم. ريحته كانت خايبه بزاف، بغيت غير نبعد ونسد عليا في البيت، ولكن ما خلاتنيش. بدات كترسم عليها شي طلاسم وكتكتب عليها شي حوايج قاريهم في دوك الكتوبه، شي اسماء ديال انواع جن سفليين وشي رموز ديالهم اللي كيحضروهم بهم. داكشي اللي كان في القرعه كانت مبيتاه تحت النجوم باش كيتروحن كتر. الفقيه شد الموس وعطاه ليا في يدي وقال لي غدبحها. انا كنت كلي كنترعد، الموس كان كبير والهضره اللي قال لي صدماتني، حتى مراتو تصدمات من داكشي اللي قال وبقات كتشوف فيه. قالت ليها ما لقيتي لما تعطيها؟ راه هذا غيتكي على يديه هي الاولى. حدو شاف فيها وهي تسكت وحنات راسها، اما ديك المعزه غير دور راسو لجهتها وهي تحنى، ما بقاتش كتقاوم بحال الا استسلمات لينا. ملي شافني متردد هو يشد لي يدي اللي كانت فيها الموس. انا كنت عارف باللي كيدبحوا من جهه الحلق، ولكن الغريب في الامر انه دبحها من اللور، يعني من القرفاده ديالها. كيدبح فيها هو شاد ليا في يدي، انا باغي غير نطلق منه، بغيت غير نهرب في حالي. كانت هذه من اصعب التجارب اللي دازوا عليا. هو كيدبحها هو كيضحك وكيهضر بداك الصوت الغليظ ديالو اللي اصلا ما كانش ديالو. داك الدم اللي كان كيسيل مراتو بدات كتجمعو. الفقيه حتى هو طاح في الارض بحال الا كان ساجد ولا راكع لشي واحد. كان كيقول ليه رضى عليا رضى عليا. اللي كنتفكر هاد الحاله كيبقى فيا الحال، لحمي كيتبورش عليا وقلبي كيتزير. خدات مراتو داك الدم وبدات كدهن ليه بيه، حيدات له الفوقيه اللي كان لابس، كان لابسها منها لحمه، دهنات ليه ظهره وجبهته وحتى يديه. هو طار على ديك الزلافه اللي كانت هازه وكان بغى يشرب داك الدم. انا في ديك اللحظه تعيفت وبغيت نخرج في حالي. تصوروا معايا الدار ولات في شكل كنحس بها كتزعزع بحال الا الزلزال. داك الزاج ديال الشراجم كان كيتزعزع بحال الا غيتهرس. حسيت بالحضور ديالهم اللي كان قوي هاد المره. خرجت انا الاول وتبعتني زينب، اما هو بات تماك مع ديك الكسده ديال المعزه. ديك الليله ما دانيش النعاس، فيما كنغمض عيني كيبان ليا وجهها. بدت كنسمع داك الفقيه اللي كان كيغوت وكيقرا في شي حوايج بالسريانيه، كلهم تمجيد لدوك الكائنات السفليه. ما بقيتش باغي نقول عليه اصلا الفقيه، وحتى السميه اللي نقدر نعطيه بزاف عليه، غنقول له غير السحار وصافي. ديك القوه اللي تزادت فيه ما كانتش عاديه. لغد لي منين دخلنا عنده كنتفاجئوا بجوج بينا، خصوصا انا اللي كانت اول مره غنشوف داكشي. المعزان شفات بحال الا الدم اللي كان فيها تمص كامل ولات كتبان مجلوده. خدينا واحد الخنشه ديال الخيط وحطيناها فيها، جريتها انا على برا ولحتها. اما زينب جمعات ديك الروينه كامله. من تما كتبدا الطريق ديال داك السحار، وكيبداو يجيو عندو الناس من مختلف المدن، وماشي غير هادشي، حتى الناس اللي ساكنين على برا، حيت كثرات عليه الاشاعات وعرفوا باللي كيخدم غير الحوايج الخايبين، يعني الخيوبه. اللي كان باغي يادي شي واحد او يفرق شي جوج على بعضياتهم كيجي لعندو، ما كانش كيهمو شنو يدير للناس. حتى الا وصلت به الدرجه انه يوصلوا للموت ما كانش عنده المشكل.
المهم هي الفلوس اللي ولات كتدخلو. مراتو كان الاختصاص ديالها هو تحضر داكشي اللي كيطلب منها وتستقبل العيالات وتنظمهم، وهي اللي كانت كتفاهم معاهم على الثمن. اقل حاجه كان كيصور من الناس الخدمه القليله اللي كان كيشد فيها كياخذ شي 5000 ولا 6000 درهم. هادشي راه كنقول لكم اقل حاجه. اما انا كان دايرني ديما في جنبه، واخا كنت كنتخنق من دوك الاجواء كان كيستافد من الطاقه ديالي، خصوصا انني واحد من الزهريين وعندي جميع العلامات الظاهره. شحال مره خدها من دمي، خصوصا الا كانت الحاله مستعصيه او الا كان داك الكليان غيعطيه فلوس صحيحه. كيقول لي هانت راه هاد الولد هذا زهري ودمو نادر بزاف، وانا ما غنخدمش معاك اي جن، غنخدم لك مالك من الملوك السفليين. السيد كيبقى غير حال فمه وكيعطيه كاع داكشي اللي بغى. كانوا كيجيو عندو ناس اش غنقول لكم واصلين، تقدر تشوفهم غير في التلفازه، ودوك الجن كانوا كيأثروا على الناس وكيخليهم يرجعوا عندهم مره اخرى. حتى من دوك التجار المحلات وداكشي، الا شي واحد ضيق على الاخر كيجي لعندو باش يتهنى منه في مره، كيقول ليه بغيتك تسد ليه المحل. اما دوك الحالات ديال مراه باغا تفرق الراجل على ولادو، اولا شي بنت باغا شي واحد ديه لمراتو، هادشي كانت كتخدمو غير زين وكان كيجيها ساهل. هو مركز غير على داكشي الصحيح والامور اللي كتكون صعيبه واللي كتطلب شي واحد يكون قلبه ميت ومتعاهد مع الشيطان. اه هو وصلت به الدرجه لانه يدير عهد مع الشيطان الا ما كانش هو اصلا شيطان. تبدل بزاف على الفقيه اللي كنت كنعرف في الدوار. هذيك الدار غتولي بحال البؤره اولا المستنقع ديال الشياطين والجن السفلي. تصوروا ما بقيتش كنعرف شنو هو النعاس ولا الراحه ولا الامان، خصوصا ان هذوك اللي كانوا معايا في صغري معادين مع هادو وحبسوهم عليا. كنت كنحس بواحد الصراع داخل ديالي، ولكن السفليين اللي غلبوا حيت كانوا كتار وقويين، ملوك اللي رتبتهم طالعه. كتوصل لوقيتة المغرب كيبداو يبانو والدار كتبدل، حتى الجو ديالها كيتبدل، النفس كيولي سخون، كتولي تشم غير الريحة ديال الشياط في الدار. كان داك السحار كيوصي زين بمراتو وكيقول ليها باش ما تنقيش الدار في مرة. وليت كنتمنى غير يسخروني على برا باش نخرج ونشم داك الهواء النقي. كتسالي معايا غير ديك زينب ملي كانت كتجي عندها شي مرة وكتقول ليها هذا راه ولدي وراه ولد الجواد، حتى هو غير يكبر شويه ونزيدو يخدم، وراه معطي لي هادشي وخدمته احسن مني انا وبوه. كانت كتوجدني من ديك الساعه باش ناخذ بلاصتو، ولات كتعاملني زوين باش نحن فيهم. من بعد كان عقل واحد المراه كانت جات لعندها وكانت لابسه كلشي الذهب، يديها عامرين وعنقها وودنيها، وداك الذهب كيبان غالي. ما عرفتش السيده شنو دارت ليها، بحال الا دارت ليها الطلاميص ولا طيحات لها الضبابه على عينيها. كاع داك الذهب اللي كانت دايره حطاتو وزادتها الفلوس من الفوق ووعدتها بالذبيحه باش تقضي لها الاغراض ديالها. كانت طالبه ان ربيبها توقع ليه شي مصيبه باش هي تورث كلشي. في خلال عام كانوا شراو فيرما على قدها بديك الارض اللي دايره بها، ولكن ما كانوش كيبينوا هادشي للناس. زينب كانت كتطمعني وتقول لي بلي غيكسبوا لي ديك الفيرما في سميتي، ولكن خصني نمشي في طريقهم ونسمع لهضرتهم. اللي كملت 12 عام بداو كيزيدوني باش حتى انا ندير يدي في داكشي ونقوم بشي اعمال سحريه، ولكن كانت سهله وكان داكشي كينجح معايا لدرجه كنبقى مبهوط في راسي. شحال من وحده كتجي لعند زينب مثلا وكتدوزها ليا انا، كتقول لها راه ولدي هو اللي غيخدم ليك وراه خدمته متقونه وراه احسن مني كاع. السيده كتمشي وكتعاود ترجع لعندي وكتقول لي ما عندي ما نسالك، ما تلومونيش ما نكذبش عليكم، مشيت حتى انا مع داكشي ولا عاجبني، خصوصا ملي كنشوف الفلوس داخله. ولكن راه ماشي لخاطري، راني كبرت بداك الجو، وليت كنحلم بالجن وهما كيضربوا عليا على شكون اللي غيحكمني وشكون اللي غيشد الخشبه ديالي، يعني الجسد. كنت كنحس بهم طالعين فيا وكل واحد فيهم كيبغي ياخذ بلاصته، ولو كيقفوا عليا وكيقولوا لي شنو خصني ندير. كيعطوني غير اشارات، ولكن كنت كندير راسي ما كنفهمش، بحال الا كان تغاضى على داكشي اولا كان تهرب منه. اتوصل بهم لدرجه واحد المره غادي نفيق وغادي نلقى خاتم تحت المخده ديالي، كان الشكل ديالو غريب ولونه كحل. من شافتو زينب قالت لي مزيان وفرحات بزاف، قالت لي هادشي راه تعطى عليك صافي، راه خصك تبقى تنفذ داكشي اللي كيقولوا لك.
الا مشيتي حتى شدي شي الخدمه ديالهم وطريقهم فهاد السن غادي تكبر وانت مزيان ولا باس عليك، حياتك كلها غتيسر. هكا كانت كدوي معايا باش تزين ليا داكشي، والنهار غنلبس داك الخاتم حياتي غتبدل. كنت كنحس بلي الملك ديالو واعر بزاف وما كانش نوع عادي من الجن. في الاول كنت كنسمع غير صوته، لدرجه كنكون جالس حتى كيبدا يملي عليا شنو خصني ندير. صوته كان غليظ وكبير في العمر، كيقول شي كلمات بعض المرات اللي كنضطر انني نترجمهم باش نفهمهم، ولا كنسول داك المشعويد عليه. من مورا حلمت به وجا وقف عليا في المناء، راجل طويل وسمر لابس كلشي كحل، عين مغمضه وعين محلوله. بدا كيعرفني براسو وقال لي سميتو، واللي ما نقدرش نذكرها حيت معروف انه ملي كتذكر سميه شي روح كتحضر. الجن هذا عمره اكثر من 500 عام، وقال لي من اليوم انا مسؤول عليك وغادي تخدمني. وفعلا ولا كل مره كيطلع فيا وكيطلب مني باش ندير شي حاجه. كان عقل واحد النهار كان قال لي ارسم واحد الطلسم من دوك الكتوبه اللي عندي نديرو في البيت وندور به الشمع والنعس. داك الشمع كامل نكتب فيه حروفه من سميتو، ولكن انا قلت مع راسي ما غنديرش هادشي حيت كنت خايف بصراحه. حطيت راسي على المخده ونعس ديك الليله هو يبدا العذاب. كنت كنحس بزاف اليدين كيتناتفوا عليا وكيشدوني من كل بلاصه بحال الا باغين ينزلوني للارض. كنت كنحس براسي مزير وكنتعذب، خصوصا اليد اللي فيها الخاتم، وعيت بلي داك الشيطان هو اللي كيدير ليا هكاك. مع ضرباتني الفيقه بديت كنحيد في داك الخاتم، ولكن كان مزير وما بغاش يتحيد. شويه حتى راسي غيتقلب وغيرجع للور، وليت كنشوف غير في السقف. في الداخل ديالي كنرغبو وكنقول لي عافاك غير طلق مني، انا غنفذ لك كاع داكشي اللي بغيتي. ما طلقني نط كنجري، ما حسيت براسي حتى دخلت على زينب والفقيه، واللي هما براسهم لقيتهم خدامين في واحد الطقس. هو تعصب عليا بزاف وزينب جراتني وخرجتني من تماك. قالت لي واش باغي تتادى؟ علاش دخل علينا هكا؟ انا كنت كنترعد وكنقول لها راه باغي يقتلني. مشات وقفات عليا حتى غسلت وجهي وبديت كنعاود ليها. قالت لي انت شنو خاسر؟ من اليوم خصك دير داكشي اللي غايقول لك، انا غادي نعاونك. مشات معايا للبيت وخديت داك الشمع وبقات معايا حتى كتبت الحروفات سميتو. كانت هذيك اول مره غندير فيها شي طقس. ديك الليله كامله ما نعستش، كنت كنحس بهم كيتحركوا في البيت كامل، وصوتو هو بالضبط ما بغاش يحيد لي من راسي. حتى ادى الفجر عداتني عيني، ملي نفقت لقيت داك الصباع ديالي ترخف والخاتم ما بقاش مزير عليا. عام على عام وبحدي كنكبر والطلبات ديالو كيزيدوا يصعابوا، طلب مني شي حوايج اللي خارج على الدين والمله، ولكن كان خصني ننفذها وماشي لخاطري حيت الا تعصب عليا كيحدبني ديالو بصح. كنحس براسي وليت ملك ديالو ومبقيتش قادر نهرب منه. بحال مثلا كان كيطلب مني انني نصلي بلا وضوء ونكون على نجاسه، اولا نقرا شي ايات من القران بالمقلوب. وشحال من مره كنت كندير بهم الخدمه لدوك العيالات اللي كيجيو لعند زينب، وجهي ما بقيتش كنحمل نشوفه في المرايه، وليت كنخلع وعيني دبالو. ملي كنشوف في عينيا بحال كنشوف فيه هو. دوك العيالات اللي كانوا كيجيو عند زينب الاغلبيه ديالهم ولاو كيقصدوني انا نيشان، هي تقريبا ما بقات كدير والو حدها كتشدوك الفلوس وصافي. راك سيدي واحد النهار داك الفقيه كانت عنده خدمه، وديك الخدمه خارج الدار حيت الاغلبيه الخدمات كيجيو غير في الدار وكيقضي الغراض، ولكن ديك المره كان خصنا نخرجوا. جا عنده واحد الراجل يكون في الربعينات من عمره، كيبان الراجل اللي مرفح ولاباس عليه. جلس قدامه وانا كنتصنت. قال لي يا سيدي شوف راه انا عايش مع خويا وعائلته وراهم حاقريني بزاف ودايرين لي بحال شي واحد خدام عندهم، حيت انا ما مزوجش وما عنديش عائله، وحتى خويا كيعاملني ناقص وكيقول لي بلي الحق ديالي في الفيلا ما عمرني غناخذه، وانا باغي ننتقم منهم بواحد بواحد. اي واحد قال شي كلمه في حقي انا بغيتو يندم. ديك الساعه شاف فيا الفقيه وقال لي يكون هاني، ولكن انا ما كنخرجش مع الكليان ديالي الا كانت شي حاجه صحيحه. جبد لي الفلوس، تقريبا كانت شي 2 مليون على ما كنعقل، وقال لي هادي غير افونس ومن بعد غادي نزيدك،
خريت تقضى لي الغرض وكون هاني. قال لي صافي من مورا ما دازت 3 ايام مشاو عاود رجع لعندنا وقال لنا بلي الفيلا خاويه، جا عندنا بواحد الطوموبيل واعره. الفقيه بزز عليا باش نمشي معاه واخا ما كنتش باغي، وحتى زين بقات لي غير سير باش نتعلم. ركب هو وحده وانا ركبت اللور. غادين في الطريق وكنسمع صوت الضحك في ودنيا. من بعد ما دازت ساعه ونص تقريبا وصلنا فيلا. اش غنقول لكم، قد قد السخط كبيره بزاف. تمينا داخلين، داك السحار هاز الماتيريال ديالو كامل. انا بان ليا واحد المش في ديك الجرده وعجبني وبديت كنلعب معاه وكنقيس فيه. الخاتم تزير عليا وحسيت بالمش خاف مني بحال الا ضربوا الضو. معرفش شنو طرا لي حتى مشى كيجري. وليت كنحس بلي اي واحد ولا اي حاجه كنقرب منها كتخاف وكتهرب مني. دخلنا وبدا داك السحار في العمل ديالو، كان طالب مني باش نعاونو. انا حدي كنعطيه داكشي اللي محتاج ليه. اما داك خونا اللي جابنا كان خايف وكيترعد ووقف قدام الباب. ملي شافو في ديك الحاله قال لي صافي غير سير انت، خرج الجرده ولا جلس في شي بلاصه حتى نسالي وغنعيطو ليك. وداكشي اللي كان، خرجوا ستيت موراه الباب من بعد ما عطانا التصاور ديالهم كاملين وكاع السميات اللي غنحتاجو. شراجم الفيلا كلهم كانوا مسدودين وكانت مظلمه، وكان هذاك هو المطلوب. مشعلين غير الشمع وخدامي، ولا بالاحرى هو اللي كان خدام. انا كنت غير واقف وكنشوف، كنشوفو كيفاش كل تصويره كيشد ويبدا يكتب عليها وكيعزم عليها، كيدوزها فوق المجمر وتيدير معاه الجدول ديالو. دار ليهم كاملين سحر الرصد والتشتيت والتفريق، وحتى من الطريبيه الصغيره ما قالهاش. عطاني داكشي وقال لي سير ديرو في البيوت وخبيه مزيان اللي يشوفو شي واحد. مشيت نفذت الرغبه ديالو واخا ما كنتش باغي. ملي مشيت كنت ناوي نجمع داكشي ونلوحو حيت نادم معايا الحال في الاخر، ولكن غير قلت هادشي مع راسي حسيت عاوتاني بداك الخاتم كيتزير عليا وصبعي كيتجمع. واحد العافيه اللي شعلات لداخل ديالي بحال الا داك الشيطان اللي ساكنني كانت الرغبه ديالو من رغبه السحار. ونفذت اللي بغا بلا ما نشعر. بقى سحر واحد هو هذاك ديال التشتيت، ودفنوا ليهم في الجرده ديال الفيلا. من بعد ما سالينا زادنا داك خونا مليون، كان داير مع الفقيه ومتفق معاه على 6، قال لي 3 حتى من بعد، من بعد ما يتقضى لي الغرض. رجعنا في حالنا. غاديين في الطريق هو يقيس لي في راسي وقال لي كبرتي ما حسيتش بيك. انا كنت كنعيف وما كنحملوش يقيسني. ضفارو كانوا طوال وموسخين، اصلا ما كانش كيدوش وكانت فيه واحد الريحه بحال الكلب حاشاكم. دازو ايام وجاو ايام، زين بحملات، وانا تفاجأت من هادشي. ما كنتش ناويهم نهائيا يولدوا، كنت هاز الهم لهاد الولد ولا البنت اللي غيتزاد. كان كيحسب ليا بلي هاد التيلاد هذا يقدر يبدل شي حاجه في السحار ويخليه يرجع للطريق، ولكن تصوروا معايا وهي حامله كان كيمارس عليها شي طقوس اللي خايبين وحشومه كاع نذكرهم. مرضات بزاف ولات حالتها، لحمها كله زراق، وليت انا اللي شاد الخدمه كامله ديالها. عاد منين كنكمل كنرد ليها البال وكنقابلها. وخا هكا كانت كتبقى فيا، كنت حاس بلي هو اللي مزيده لهاد الشي كامل، وهي غير ضحيه ديالو. واحد المره غادا تصدمني وغتقول لي عقلتي على داك منعيم الولد اللي جبناه معاك؟ قلت لها اه يعلم الله فين غيكون دابا وشنو الحاله اللي وصل ليها. بدات كتبكي اول مره غنشوفها هكاك. قالت لي راه غير حطوا داك خونا وهو يموت، خلاه في الطريق ميت ومشى في حالو. ومؤخرا ولا كيوقف عليا بزاف في المنام وكيقول لي هذاك اللي في كرشك ما غاديش يتزاد. صراحه تصدمت، بقى فيا داك منعيم الله يرحمه. وصافي ام زين بني غتسيق لها الخبر حامله غادي تجي عندنا. ملي غتشوفها بديك الحاله غادي تصدم وتقول لي علاش ردك هكا واش ما كتاكليش ولات معاديه مع داك الساحر. تقول لي بلي انا زوجتك بنتي باش تعاونها ماشي تجرب فيها داكشي ديالك. هو بطبيعه الحال ما كان كيحترم حتى شي واحد، كيقول لها غتسكتي ولا غادي نعوجك. ما كاين غير تخسر الهضره، وحتى داكشي بانيه ما كانتش كتسكت ليه، غير هو كون دار فيها راسو كون راه صفاها ليها. انا كنت كنقول ما كرهتهمش يتحرقوا كاملين ماشي سوقي فيهم. ديك المراه بحال تنادم معها الحال حيت كانت كتشوف بلي هي اللي قدمات بنتها في هادشي، ولات كتقول لي خليني ندي بنتي نعالجها
ولكن ما كانش كيخليها تخرج. قال لها الا فتي داك الباب ما تلومي الا راسك. بصراحه واخا كانت كتغوت حتى كتعيا، ولكن كنت حاسبه خايفه منه، حيت عارفه بلي ما خاسر والو، ما عندوش شي حاجه سميتها المشاعر ولا يبقى فيه الحال. وعاد واخا يقتلها ما كاينش اللي غيتهمه، حيت ماشي هو اللي غيوسخ يديه فيها، هادوك الخدام ديالو هما اللي كيقضيو ليه الاغراض. بقات معانا حتى كملات زين بتسع شهور ووصلت وقيت ولادتها. من بعد شحال وهي كتغوت وكتعاني وكرشها زراقت قدرات تولدها، ولكن مع الاسف البنت غادا تزاد ميته. وفي صراحه ما غنقولش مع الاسف، حيت بصح تهنات، والدين فحال هادو ما يستاهلش يكونوا عندهم الاولاد. تصوروا معايا داك السحار ما حس بوالو. اما زينب كانت كتبكي مع نقمها، وهي كتقول لي الله ياخذ فيك الحق، بغات تديها معاها ولكن ما خلاهاش وجرى عليها. حسيت بزينب ديك الايام بغات تبدل ورجعت كتذكر الله في ديك الدار الموسخه، ولكن غير مني ما كيكونش هو معاها ولا ما كيكونش حاضيها. كتطلق القران وتبقى تصنت ليه. شحال توحشت هذا الصوت من ايامات كنا في الجامع ما سمعته. واحد المره غنلقاها كتبكي وغنجلس حداها وغنقول ليها حتى انا صراحه راه ما بقتش عجباني هاد الطريق. قالت لي غير سمح لي يا ولدي، انا اللي زيدتك ليها، انا خرجت عليك انت وداك الولد اللي مشى ضحيه، داكشي علاش الله عاقبني ودا مني بنتي. عافاك الا ما سمح لي، بقات فيا وعنقتها. داك السحار واحد المره غيجي على غفله وغيحصلها طالقه القران، يبقى حال عيني فيها ومصدوم كيسد ودني بحال الا ما كانش باغي يسمع داك الصوت. حدو شاف فيا وانا نمشي نطفيه. قالت لي راه غير كنت مدوزه الاذاعات في الراديو حتى وصلت للقران. نظرت ديك المسجله عاوتاني من بعد غادي يلقى عندها قران صغير مخبيه في حويجه، من تماك غادي يبدا يضرب فيها ويخرجها من الدار ويقول لها سيري في حالك ما بقيتيش نافعاني. طلبات منه باش تديني معاها ولكن ما خلاهاش، وقال لها هذاك هو الوريث ديالي وولدي انا، ما عندكش فين تديه، وراكي عارفه الا قلتي لشي واحد شي حاجه اشنو غيوقع ليك. زينب مشات في حالها، مشات لعند امها، وانا بقيت مع ذاك الكلب اللي حرام حتى على الكلب نشبهه به. حس بيا حتى انا باغي نهرب منه، وقال لي شفتي داك الشيطان اللي كيجي لعندك راه خدام معايا، ولا امرته انه يقتلك غادي يقتلك كيف ما وقع لصاحبك منعم. انا ملي قال لي ديك الهضره ترفعت وتخلعت، وعاد ما زاد تحكم فيا، كيستغل داك الخوف اللي عندي، ولو كيجيو بزاف د الخدمات وكنخرج معاه. نسيت ما نقول لكم بلي ديك العائله اللي خدمنا ليها كلها تشتات، وعرفنا هاد الشيء منين جا عندنا داك الراجل خوهم، وعطانا الفلوس اللي بقينا كنتسالوه. تحولنا من ديك المدينه ومشينا النواحي مراكش. داك خونا ولات عنده سمعه كبيره وكلشي ولا كيقصدو، اما انا كنت ديما مضارب مع راسي، نصي باغي يكمل في الطريق ونصي باغي يهرب. واحد المره كان عقل كان مسخرني ملي كنت غادي ويبان ليا واحد الشيباني في الطريق واقف الطوموبيلات دايزين، مشيت كنجري لعندو باش نقطعو. قطعتو الجهه الاخرى وشكرني وقال لي يلا ولدي راه وقيت الدور هادي اجي صلي معايا. انا حشمتو ما عرفت باش نجاوبو، الجامع كان قدامي والظهر كيأذن، حتى من الوضوء والصلاة نسيت عليهم. دخلت معاه كنقلدو غير في داكشي اللي كيدير، هو كيتوضا وانا كنتوضا موراه، وكان واحد الاحساس زوين. حسيت بشوية الخوف لداخل ديالي، ولكن مني بديت كنسمعهم كيذكروا الله مشى داك الخوف. دخلنا للجامع وقفت حدا داك الراجل، شحال ما شفت هذا المنظر. كنتفكر الوالد منين يلاه كان كيعلمني نصلي، كانت عندي 5 سنين. وقف الامام باش يبدا الصلاة، حدو قال الله اكبر وبدا كيقرا الفاتحه وانا نطيح. يدي كنت كنحس بها غادا تقطع، عمرني حسيت بشي الم بحال هكاك. داك الراجل كيقرب مني وكيقول لي مالك، ما حسيت بيدي حتى شداته وزيرات عليه. السيد عينيه خرجوا ما فكوه مني غير الناس، يحسب ليهم بلي عندي مس وبداو كيقراو عليا، ولكن انا خفت نادي شي حد وخرجت كنجري. بقى فيا الحال بزاف، كنت غادي وكنبكي. ديك الوقيته كنت تقريبا كملت 16 عام. رجعت للدار عند داك الفقيه وما ديتش له الصخره ديالو، بدا كيغوت عليا. قلت لي راه دخلت نصلي واشنو وقع ليا واشنو وقع. قال لي لا انت بنتي ليا بغيتي تخرج طوعي،
عرفتي شنو خاصك دير الخلوة؟ قلت لي ما فهمتش. قال لي يعني تختالي براسك باش تزيد تقوى اكثر وقلبك يقصاح. انا غادي نعلمك اولدي اللي ينفعك. ديك الكلمة ولدي ما كانتش كنحملها تخرج من فمه. أعطاني شي كلمات معينة باش نبقى نعاودهم بحال الأوراد. وأنا كانت عندي فكرة من دوك الكتوبة اللي قريت، نعت لي البلاصة اللي نمشي ليها. وكانت نيت في نواحي مراكش، جيت واحد الجبال ماشي في المنطقة ديال شام هاروش. مشيت لتماك، كنت باغي غير نبعد منه، ما كرهتش نهرب، ولكن كان داك الشيطان كيمنعني. طلعت لديك البلاصة ولقيت ديك المغارة اللي كان قال لي عليها، كان الأثر ديالو باقي حيت حتى هو كان كيمشي لها. ما عرفش كيفاش غنبات بوحدي تماك. جلست ترددت في دوك الاسماء اللي عطاني، وغير كان حبس كيضربني الضو وكنعاود نكمل. حتى ديك العافيه اللي كنت شاعل ولات كتشكل ليا، كيبانوا ليا الداخل ديالها نسا ورجال، وصوتهم كيوصل حتى لعندي. ما كانش مسموح ليا انني نغسل او ناكل شي ماكله اللي فيها الروح. كنت كنقضي غير بالخبز والماء، بعض المرات الزيت وبعض المرات التمر. داك الشيطان اللي كان معايا كنت كنحس بيه غادي وكيقوى، خصوصا ان واحد من دوك الاسماء اللي كنت كنقول كان ديالو. في كل ليله كنحلم بيه، بعض المرات كنشوف وجهه هو قدامي وانا فايق، وكيبان باللي فرحان بيا. واحد اللي كان داير داكشي اللي بغاه وهو كيزيد يفرح. في النهار الخامس ليا في الخلوه غادي نتصدم بواحد الراجل شيباني كيدوز من قدام الغار اللي كنت فيه، واللي خلعني انه كان لابس اللباس ديال الحجاج بحال هادوك اللي كنت كنشوف وانا صغير. كان ديما كيهز واحد السطل كبير مورا ظهرو، شفتو تقريبا جوج المرات. نهار الاول مشى ورجع قدامي وما دواش معايا، والمره اللي موراها خرجت انا لعندو وقلت ليه شكون انت. جات عيني على الخاتم اللي في يدي، هز راسو فيا وشاف ليا نيشان في عيني وقال لي الا انت نسيتينا حنا ما نسيناكش. في لحظة وحدة غادي يغبر غيجيب لي الله في حالي غير كنت خايل، ولكن ملي غندور غنلقى داك السطال حدايا. كانت الليلة السابعة تقريبا. في ديك الليلة ما قلتش الأوراد ديالي، والحاجة اللي جاتني غريبة أن داك الخاتم ما زيرش عليا بحال اللي موالف، ولكن ما كنتش نقدر نحيده. داتني عيني، عارفين داك الشعور منين يلاه كتغمض عينيك وكتحلم؟ داك الشي اللي جاني، بان قدامي واحد الضو داز بزربة. مع غادي نحل عيني كنحس براسي موسخ، ما بقيتش حامل حتى ريحتي. خرجت كنقلب على الماء، ما يبان ليا غير السطل اللي خلى ليا قبيله داك الراجل، وكان باقي في بلاصتو. بدون شعور غطست يدي فيه وبديت كنغسل في حالتي. وتصوروا معايا داك الخاتم اللي كان في يدي طاح بوحدو، بلاصتو كانت ولات خضراء ماشي حتى زرقاء. داك الصباح كنت كنحس بيه مات عليا، وناضوا ليا فيه الجلود. شدتني البكية وبلا ما نحس دموعي نزلو. كنت كنقول بلي ما بقاش عندي القلب، وبديت كنذكر الله بلا ما نحس. ديك الليلة بالضبط نزلت من تماك، بقيت غير غادي وكندور بحال شي هبيل. صوت صداع في راسي بحال الا نايضة الحرب في الداخل ديالي. بقيت غادي على رجلي حتى وصلت لواحد البلاصة اللي فيها السكان وطحت تماك. الصباح كنفيق كنلقى دوك الدراري الصغار اللي كيسرحوا مجموعين عليا. نط غير شافوني وهما يهربوا، طلبت منهم يعطيوني الماء، جابوا لي شربت وكملت عاوتاني الطريق. بقيت كندور تماك حتى وصلت وقيت الظهور. الناس ديال ديك البلاصة اللي عمرها دار عطاوني فطرت. ملي أذن الظهور دخلت للجامع، دخلت بين الناس وبقيت كنبكي. كلهم كيسولوني مالي، ولكن حتى شي واحد فيهم ما غيفهمني. بديت كنصلي، وهاد المرة كملت صلاتي. واخا كنت كنسمع الغوات وتخسر الهضره في ودني، ولكن ما تسوقتش ليه، غير كملت شديت القران وبديت كنقرا. قريت خمسه د الاحزاب. واحد الراجل الله يكثر خيره كان تماك كيدوز غير الصيف، وهو اللي اقترح عليا نمشي معاه من بعد ما قلت ليه بلي انا مقطوع من الشجره وما عندي حتى شي واحد هنايا. بقيت معاه تقريبا شي شهر ونص هكاك، وكنت ديما كنحلم بداك الراجل اللي شفتو باللباس ديال الحج. واحد المرة غيقول لي بلي هو كبير الرفقة الصالحة اللي معايا، وهما اللي طلبوه باش يعاونني، وهو ماشي ود البلاد. من مورا ما سالات العطلة ديال داك الراجل وبغى يرجع في حاله، أول بلاصة فكرت نمشي لها هي دارنا. تفكرت الدوار ديالنا وطلبته باش يوصلني معاه في طريقه. قال لي بلي هو ما غاديش من ديك الطريق، ولكن على الأقل قدر يقربني شوية.
بدات الرحلة ديالي من طوموبيل لطوموبيل، وربي يسر لي حتى وصلت لدوارنا. وصلت لتماك وبديت كنسول على دارنا، ومع الأسف غلقاهم تحولوا. قالت لي واحد المرأة جارتنا باللي ملي تخطفت ما قدروش يسمحوا لراسو، حيت هما اللي عطاوني ليه وخواه الدوار. من بعد ما الناس كاملين بداو كيلوموهم، سولتها واش ما عارفاش فين هما، وقالت لي باللي قالوا غيمشيو لكازا. مشيت حتى انا لتماك، ودوزت عامين تقريبا كنخدم وكنتلاح من هنا لهنا. داك السحار ما عاودش تلاقيتو ولا وصل ليا، وحتى جنونو والخدام ديالو ما بقاش عندهم السيطره عليا. بحال هذيك الرفقه ولات حامياني، ولكن وليت عطي غير للصلاه والاذكار. تبدلت بزاف. واحد المره حتى كنتلاقى الوالد في الطوبيس، وغير بالصدفه عرفتو على شعور جاني. والسبب هو ان داك الكونترول كان مغاوت معاه وكيقول لي راك ما خلصتيش، فينا هي الورقه ديالك. وسبحان الله مع ديك اللقطه غادي ندور وغتجي عينيه في عينيه، وبقيت كنشوف فيه وكيشوف فيا. انا عرفته وبديت كنقرب منه، وهو ما كانش عاقل عليا. قلت ليه واش السي فلان؟ قال لي كتعرفني اخويا؟ قلت ليه انا راه عبد الرزاق. بقى غير حال فمه. قلت ليه عبد الرزاق ولدك؟ انا ولدك اللي داوني لك ملي كانت عندي 7 سنين. بقى كيبكي وعنقني. ناط جنازه في داك الطوبيس، كلشي بدا كيبكي. منين عرفوا القصه ديالي، نزلنا انا وياه ومشينا لعند الوالده اللي كانت مريضه بزاف وزايد عليها الحال، ولكن غير شافتني ولات لاباس. كانت زات عندي اختي. جلسنا وبقاو كيسولوني على داكشي اللي داز عليا. ما عاودتش لهم حتى دازت مده، وما قلتش لهم كاع التفاصيل. قال لي الوالد كون لقاه قدامي كون قتلته، ومن تماك وانا عايش معاه. والله عوضني وعوضهم على كلشي. هذه هي قصتي اخويا، وهذه هي حكايتي. عاودت عليك بالتفاصيل، وكنتمنى ما كنتش طولت عليك بزاف. وكنقول لكاع الناس اللي عندهم وليدات صغار، طول ولادكم البال وما تثيقوش في اي واحد. الخوت كانت هذه هي قصتنا، وهنا كتسالي. كنشكر بزاف المستمعين واللي عطاونا من وقتهم. ما تنساوش كيف العاده تدعموا القناه، تخليوا لايك ولي كومونتير ديالكم الزوينه. حاولوا تبارطاجيو القصه مع الناس اللي كتعرفوا. نضرب لكم موعد في القصه الجايه، ومن هنا لتما كنقول لكم السلام عليكم.